جوخ، جوجان، سيزان، بيكاسو، ماتيس، هنري مور، أعمال فنية بتقنيات وأساليب مختلفة، لكنها لفنان واحد، أنتوني كوين الفائز بأوسكار مرتين عن دوريه في فيلمي فيفا زاباتا للمخرج إيليا كازان وشهوة من أجل الحياة للمخرج بنسان مينيلي. عندما يدخل الجمهور ويشاهد التنوع في أعماله فذلك يفاجئهم. عرفه الجمهور العربي من خلال أدواره في الرسالة وعمر المختار ولورنس العرب وزوربا وغيرها. أنتوني كوين كان يرسم طيلة حياته، فهو رسام ومهندس معماري موهوب قبل أن يكون ممثلا ومخرجا وكاتبا متميزا. كانت هذه طريقته في التركيز، كان ينحت أو يرسم أو يلعب الشطرنج، لم يكن يحب الجلوس لتناول الشراب أو الطعام، وهو معروف بهذا التوجه. مواد أنتوني الفنية تنوعت من قماش وورق ومحارم وقوائم طعام من المطاعم والفنادق التي كان ينزل فيها، وفي النحت تعامل مع البرونز والفولاذ والمرمر. كان أحياناً يختار قطعة خشب من الشاطئ أو صدفة أو حجر، وتلك القطع تتحول إلى وحي لإنجاز لوحة أو منحوتة. عرض أعماله الدائم بدأ جولة حول العالم أواخر 2006، لكن هذا المعرض كرس للذكرى المئوية على ميلاده. هذا المعرض هو تحضير لحدث مهم، فالعام المقبل يصادف الذكرى المئوية لميلاده. فيلم شهوة من أجل الحياة الذي يحكي قصة الرسام الهولندي فان كوخ، وأدى كوين فيه شخصية الرسام الفرنسي بول جوجان، ربما ما جعله يرسم هذا البورتري الشخصي متأثرا بأسلوب الفنانين. لوحة النبي بورتري شخصي تقمصت المجاهد الليبي عمر المختار، وقد واجه كوين لعبة الترهيب والترغيب أثناء لعبه الدور في فيلم المخرج الراحل مصطفى العقاد، ما دفعه للقول أمثل دور عمر المختار لأنني مقتنع ببهاء ذلك الوجه الشامخ. الترحال والوقت وحجم العمل الفني أثر في توقيع لوحاته المعروضة. كان يوقع لوحاته بالأحرف الأولى أو بأي كوين أو بالاسم المميز كاملاً، وذلك تبعاً لإحساسه، وأحياناً لم يوقعها ربما بسبب حجم اللوحة أو لأنه لم يفكر بعرضها. كوين الشعلة المتقدة من الطاقة والإبداع تعامل مع الرسم والنحت كفنان محترف وليس كهاون، وتظهر أعماله تأثره بالفن المكسيكي والإفريقي والشرق أوسطي. يقتبس عن أنتوني كوين قوله: لا أطيق الكسل ولا الفراغ، ولا بد أن أفعل شيئا مفيدا، ولا أقدر على الجلوس دون عمل مفيد، ولا بد أن أزرع أو أكتب أو أرسم كي لا ينتابني الموت أو الجنون دون عمل مفيد، وهكذا أقاوم الكسل والفراغ. وهذه الأعمال الفنية وغيرها أثبتت أن مقاومة الفنان أنتوني كوين للفراغ أسفرت عن عمل خلد اسمه. حيان يعقوب، BBC لندن.